السلام عليكم. الزول في الاول، الحمد لله راكم كاع بخير. راكم تشوفوا الرمز تاع العدالة ولا لا؟ على بالكم البارح كي شفنا باللي القوضة الجزائريين ضربوهم في الجزائر، على بالكم جامي في العالم؟ حنا نحترموا العدالة الجزائرية، على بالكم مهما كان مهما كان. كنت اون ا فيو لي ايماج هيير دو جوج. السلام عليكم بخير لاباس؟ الحمد لله ميرسي سي جونتي راه حضرتك. كنت اون ا فيو هيير دي ايماج دو جوج notamment de femmes juges, être tabassées par les forces de l'ordre dans un tribunal à Oran, en Algérie, la patrie de Hassiba Ben Bouali, de l'Arbi Ben Mehdi, vous savez, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir qu'en 2019, aucune institution algérienne n'est respectée. C'est très très grave. La police ne respecte pas la loi, elle obéit à des instructions. Talimet, la justice est malmenée. On n'a rien compris. Nous avons un gouvernement illégitime. En tout cas, nous avons un gouvernement illégitime. وهذه حاجة غراف غراف غراف. حنا يا قانوني قدمنا رانا نوجدوا في الشكوى، شفنا الطبيب الشرعي، نو زافون فو ان ميدسان ليجيست لي طانا 7 ايام اغي ميديكال 7 ايام. ودوك خلي استاذ عبد القادر الشهرى دوك نوتر افوكا فو بريزونتي لي شكوى. طريقه مخالفه للقانون، ونقصد به القانون المفهوم الواسع اللي هو الدستور. حنا بالرغم انه سبقنا وان درنا شكوى امام السيد النائب العام ان الاعتقال التعسفي وعرقله حريه التنقل اللي منصوص عليها في الدستور، هذا الاعتقال دائما مخالف للقانون. قمنا بايداع شكوى ما بان عليها والو، ايداع بالجمعه اول نوفمبر، مشينا كذلك للجزائر العاصمه بصوره تظاهر سلمي كمواطن بسيط للغايه تاعو انه يظهر سلميا ويعبر عن الراي تاعو، اذا بقوه الامن عندما شافت انه راشد القازم تم حوله الشعب قاموا بطريقه تعسفيه خارجه عن القانون مخالفه للقانون. حنايا زياده على ذلك التعنيف تاعو، واضافه الى انه ركبوا بسياره للمحبوسين يعتبر بمثابه اهانه، زيادة على ذلك أنه كذلك تعرض للاعتداء الجسدي اللي هو العنف. وهنا رحنا أمام طبيب شرعي اللي أعطاله شهادة طبية لمدة 7 أيام. احنايا إضافة إلى ذلك سنقوم برفع شكوى رسمية أمام السيد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ضد الوزير الأول نور الدين بدوي، إضافة إلى المدير العام للأمن الوطني فيما يخص هذه، على الأقل أن هذا الشخص احنا رانا ننادوا ورانا نطالبوا الى هذا السيد رشيد القاز راه يقوم بجرائم، ولاكم شايفينه في النظره تاعهم على اساس مجرم، ادوه للعداله يتحكم وفق القانون. لكن 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 حنايا نقولوا ان الكل يحتكم للقانون، لان دوله القانون تقتضي على الجميع، على الجميع احتكام لدوله القانون، لانه نصبح اليوم اصبحنا بقوه، لانه الكل عند اصبح انك تمشي بالطرق القانونية وما يستجبوش ليك، هم راهم ينادوا للفوضى، راهم ينادوا انك تخرج عن القانون باش تجيب حقك. حنا هذا زيادة على ذلك، حنا نقولوا باللي حنايا نقوموا بإجراء قانوني اللي هو إيداع شكوى ضد الوزير الأول، وكذلك إيداع شكوى ضد المدير العام فيما يخص هذا الاعتداء. هذا الشيء اللي نقولوه، ونزيدوا ننوروا الرأي العام، وشكرا. شكرا لك يا استاذ، يعطيك الصحة. دونك سي نوتر افوكا باش عبد القادر الشهرى، رانا حنا نحترموا العدالة الجزائرية، وهذه حكومة غير شرعية. من 2 جويي ما عندها حتى الشرعية باه تحكم في الشعب الجزائري أو باه تضرب الشعب الجزائري. سلميين، قانونيين، ديمقراطيين، وحضاريين،
ونشكر الشعب الجزائري ونشكر شعب الشلف اللي وقف معنا كما كنا غير قانونية. وكانوا 50,000 من الشبيبة تاع ولاية شلف اللي وقفوا معنا وخرجونا من الإقامة الجبرية غير قانونية. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة ونهاركم مبروك إن شاء الله والسلام عليكم.